السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، يا هلا والله ومرحبا فيكم. اليوم طبعا راح نشرح استخدام تطبيق مستشفى المانع من حيث مواعيد وعرض نتائج المختبر والأشعة وما إلى ذلك. خلونا نبدأ. طبعا عشان نحجز موعد، أول ما تدخل على التطبيق أول شيء تسويه بعد ما تسجل حساب، طبعا تسجل دخول، إذا حاب تحجز موعد تنتقل إلى الصفحة الرئيسية، راح يكون طبعا باللغة العربية راح يكون حجز موعد، تضغط على حجز موعد، تختار التخصص اللي انت حاب تحجز عليه، مثلا نختار مثلا الأطفال. طيب بعدين تختار فرع المستشفى، المدينة اللي حاب تزور فيها المستشفى، وتحدد اسم الطبيب إذا كنت ناوي على طبيب محدد أو معين عفوا، فنضغط بحث مثلا، تختار الطبيب اللي حاب تحجز عنده، ومن ثم تضغط على حجز موعد. طبعا سهل الإجراء، نختار مثلا زيارة المستشفى، من ثم نكمل. طبعا بعد ما ندخل راح يفتح لك صفحة اختيار اليوم أو التاريخ، مثلا نختار 14 بعدين نكمل، بعدين تحدد الوقت اللي حاب تجي فيه الموعد، مثلا نختار الساعة 9 صباح. حلو، سوي تأكيد نعم، وكذا نكون أكدنا الموعد، تم حجز الموعد. تجيك رسالة طبعا، وراح تتأكد عن طريق الابليكيشن. طبعا بعد ما تحجز الموعد يتأكد لك الموعد وحاب تطلع على الموعد اللي حجزته أو مواعيدك، طبعا راح يكون في خانة في الوسط المواعيد، تضغط عليها مثل ما انتم شايفين، وراح يستعرض لك المواعيد القادمة، وتقدر تستعرض المواعيد السابقة مثل ما انتم شايفين هنا، وتقدر تعرض تفاصيل الموعد. الجديدة للرعاية الصحية مجموعة المانع الطبية.